السلام عليكم اخواني. اللي عنده طبعا اعمال مقاولات تلقاه محتار بالسجلات وشلون يسجل الدفعات اللي يدفعها لابو البيت او ابو البنايه، ويريد يتابع حسابات ايش قد قابض من هذا ابو البيت وايش قد صرف عليه عمل، ايش قد نطالب الباي فيتر مثلا للكهربائي مهندس التبريد. كل هاي الامور ادارتها صعبه طبعا، ومن الصعب ان ينطي كشوفات ينطي وصولات بهذا الشيء. فراح نشوف هسه بهذا البرنامج شو راح يختصر علينا الاعمال ويسرعها علينا، ونعرف كل كشوفاتنا وكل حساباتنا واي مبلغ مستلمينه او صارفينه بالتفصيل وبكشوفات موثقه. ندخل للبرنامج. للتاسيس راح نضيف اصحاب المهن اللي يشتغلون ويا المقاول، مثلا الباي فيتر ابو الماي، رقم تليفونه عنوانه، يطلبنا حساب سابق او لا. نعطي جديد، نضيف مثلا الكهربائي المسؤول عن اعمال الكهرباء، مثلا مهندس التبريد اعمال التبريد. هذولي اصحاب المهن. طبعا بعد عندك مثلا لو نفرض شركة او محلات انشائية او مواد انشائية، مثلا انشائية اصحاب محلات اللي ناخذ من عندهم مواد بناء وغيره، هم نضيف لهم حسابات. نجي نضيف اسماء اصحاب البنايات، يعني مثلا بيت ابو تحسين على سبيل المثال، هذا الاسم، هذه بيت استلم المقاول يريد يشرف على بنائه او يتابع كافة اعمال بناء هذا البيت من الاساس لحد تسليم المفتاح. رقم تليفون، العنوان، ما نسجل اي تفاصيل بها، لا رصيد سابق ولا شيء. هسه راح نشوف بالتقارير حساب العملاء، راح نشوف المبالغ كلها صفر. نجي لابو البيت. ابو البيت احنا راح ناخذ من عنده مقدم او دفعه اولى نشتغل على اساسها. ابو البيت مثلا نطالنا نجي الى سند القبض والصرف عندنا بالحسابات. احنا قلنا بالتاسيس نضيف الزبون، نجي للحسابات سند قبض وصرف، ندخل عليه. نوع الحركه احنا شنو راح نسوي؟ راح نقبض مبلغ، راح ناخذ منين؟ راح ناخذ نختار العميل، العميل من بيت ابو تحسين. قبضنا من بيت ابو تحسين، بالعاده طبعا التعامل هو دينار ودولار، بس بالاكثر تعاملنا هو بالدينار. مثلا اتفاق ويا بيت ابو حسين على ابو تحسين على سبيل المثال 75 مليون بناء بيت كامل، راح ينطلنا دفعه اولى مثلا 20 مليون، 20 مليون دفعه اولى. استلمناها وين؟ استلمناها جهة القبض، هي الصندوق اللي احنا راح نستلم هذا المبلغ. نجي للملاحظات، نكتب استلام دفعة اولى من بناء بيت ابو تحسين، هاي دفعة اولى، نعطي حفظ. هسه راح نشوف حساب العملاء، بين بيت ابو تحسين يطلبنا 20 مليون، واذا ندخل على الصندوق من الحسابات صندوق راح نشوف انه احنا عندنا بالصندوق 20 مليون. طبعا هسه راح نريد نشوف حركة الحسابات شلون راح نتعامل وياها. يعني مثل ما نشوف احنا بان الباي فيتر الكهرباء حاليا لا نطلبهم ولا يطلبوننا، فقط بيت ابو تحسين يطلبنا 20 مليون، طالنا دفعة اولى. حتى اذا نفتح الكشف الحساب مالته راح نشوف انه 20 مليون، هاي استلام دفعة اولى من بناء البيت، جهة القبض هي الصندوق. راح نشوف شلون التعامل يا جهة القبض وشلون راح نصرف من هذا المبلغ من دون ما يدخل لنا شيء احنا من ناحية المبلغ، يعني نصرف من المبلغ عمليات حسابية. شوف سندات
سنة صرف. حاليا ايش راح نسوي احنا؟ راح نصرف الى بيت ابو تحسين. شنو نصرف له؟ نصرف له مثلا احنا اعمال بناء مثلا، او الباي فيتر. طلع الباي فيتر اشتغل بيت ابو تحسين بمبلغ معين، اشتغل مثلا 500، خلينا نفرض 1.5 مليون. مليون ونص. جهة الصرف منين؟ احنا جهة الصرف ما راح نصرف من الصندوق، لان احنا ما راح نصرف لابو تحسين، احنا راح نصرف عمل لابو تحسين. يعني راح نطلع الباي فيتر هو اللي راح يشتغل بقيمة 1.5 مليون ببيت ابو تحسين. فنسوي سنة صرف لابو تحسين، عمل، جهة الصرف هو العمل. شنو راح يسوي هذا السند؟ راح يحول 1.5 مليون من حساب ابو تحسين الى حساب الباي فيتر. ننطي حفوظ وراح نشوف التغييرات اللي صارت بالحساب العملاء. حاليا شنو صار؟ صار بيت ابو تحسين يطلبنا بس 18.5، احنا اعطينا هو 20، صرفنا من عندها 1.5 مليون. المن صرفنا للباي فيتر، بس احنا حاليا الصندوق مرت نبيع 20 مليون، بعدنا ما صار فيني فلوس، صرفنا عمل، احنا حولنا من حسابه الى حساب الباي فيتر. يعني احنا راح نصرف دفعات من حساب ابو تحسين. فهسه راح نطلع له الكهربائي لهذا البيت. طلعنا له ابو الباي فيتر، وطلعنا لهذا البيت نفسه بيت ابو تحسين، طلعنا له مثلا 3 مليون اعمال كهربائي، او الكهربائي طلعنا نفس الشيء. نقدر نقول اعمال كهرباء او ما يحتاج مال الكهرباء، تقدر تكتب اي شيء بالتفاصيل حتى يطلع بالكشف يطلع واضح. ننطي حفظ جديد. بعد صرفنا البيت ابو تحسين مثلا اشترينا له مواد اللي هي هاي المحلات الانشائيه، مثلا 5 ملايين مواد بناء. شنو صار عندنا هسه حاليا؟ ابو تحسين باقي له يمنه 10.5، حاليا ابو الانشائيه يطلبنا 5، والكهرباء يطلبنا 3، والباي فيتر يطلبنا 1.5 مليون. احنا نريد نسدد هاي الاعمال. طبعا كشف الحساب الخاص ابو تحسين نقدر منا نعرضه دينار، ونشوف انه احنا قابضين من عنده 20 مليون، دفعنا من عندها 1.5 مليون الباي فيتر، 3 ملايين الكهربائي، و 5 مليون المواد بناء مشترين بيها، المتبقي اللي هو هذا اخر شيء اللي هو 10 ملايين و500 هو تحسين. البقيه طبعا الباي فيتر وهاي نفس الشيء اذا اريد نسددهم راح نصرف لهم من الصندوق، لان احنا حاليا عندنا الصندوق على وضعه اللي هو 20 مليون ما دافعين اي شيء من عندنا حاليا، فقط مطلعين يد عامله لهذا البيت. هسه راح نسددهم، نعطي نفس الشيء هم سنه صرف وقبض. نختار هنا صرف تختار مثلا الباي فيتر يطلبنا 1.5 مليون، نعطيناه على سبيل المثال 1 مليون، صرفنا له من الصندوق هذا هنا، احنا نعطيناه فلوس كاش، يعني نقدر نقول هاي مثلا تسديد من المبلغ. شوف الأرصدة، الباي فيتر بقى يطلبنا 500. نفتح الكشف مالته راح نشوف انه هو كان يطلبنا 1.5 مليون، وقبضنا وصرفنا له 1 مليون تسديد مبلغ، المتبقي 500. هاي العملية كلها ويا بقية العملاء واصحاب البيوت او اصحاب العمارات كله نفس العمل ونفس مثل ما شفنا هسه. لو نفرض ابو تحسين خلصت هذا المبلغ مالته، نطالنا دفعة ثانية هم لو نفرض 20 مليون، نفس العملية راح نسويها، انه هو قبض، نقبض منه ابو تحسين 20 مليون للصندوق، ونقدر نكتب هنا دفعة ثانية. شوف الحسابات هذه دفعة ثانية 1 مليون، هسه حاليا هو يطلبنا 30 مليون و500.
نقدر نطبع طبعا هذا الكشف، تقدر تطبعه طبعا باسم الشركه مالتك، تنطي له البيت حتى يعرف كل تفاصيله. طبعا الكشف مثل ما نشوف احنا مفصل، حتى يعني ينطينا تفاصيله، مثلا المن هذا المبلغ شنو صرفت، تقدر صرف مثلا 1.5 مليون للباي فيتر الكهربائي، وهي هناك بعض اعمال كهرباء او غيره، محلات انشائيه، يطلع عندك جهه الصرف او القبض يطلع مقابلها. منها تقدر من القلم تقدر تفتح بيانات العميل نفسه، تعدل عليها، تضيف رقم تليفون، تضيف عنوان، تقدر تعرض الحسابات، حساب المدين فقط اللي انت تطلبهم، وحساب الدائن فقط اللي هم يطلبونك، اللي هم راح يطلعون منها. تبحث عن شخص معين عملنا، تختار العميل مثل باي فيتر راح يطلع حسابه، ممكن يكون عندك هواي اعمال، يعني مثلا بيت بتحسين تختار تعرف حسابه ايش قد. منها تقدر هم تطبع على صدى الزبائن، يعني تقدر بدون فلترة تنطي طبع حتى يطلع جميع الزبائن وطلباتهم. بقى عندنا طبعا التأسيس والتقارير، ما عندنا بها شيء، ما عندنا بس التقارير اليومية اللي هي الحركة اليومية، شنو صارت، شنو قبضنا، شنو صرفنا بالتسلسل، راح يجي حسب التاريخ والمبالغ مالتها. وعندنا بالحركة اليومية هنا تقدر تشوف حسب نوع الحركة، يعني تقول عرض لي بس حركة القبض شنو صارت اليوم حسب التاريخ اللي انت محدده، طبعا حسب الفترة، او تحدد فقط حركة الصرف، ممكن لشهر كامل تحدد او ليوم واحد حسب التقرير اللي تريده. وهسه اذا راجع طبعا عندنا الحسابات الصندوق، راح نشوف انه المبلغ 40 مليون هو المقبوض خلال هاي الفترة اللي هي من 21 ل 21، هو تاريخ اليوم. المدفوعات هي فقط 10 اللي فقط مليون اللي دفعناها للباي فيتر، المتبقي هذا حاليا احنا عندنا يعني بالقاصة انه هو 39 مليون استلمنا من هذا العميل، استلمنا من العميل الفلاني. ننطي عرض التفاصيل، هذه التنفيذ تعرض لنا المبالغ هنا سواء بالدينار او بالدولار، وعندنا عرض التفاصيل يعرض لنا هاي المبلغ منين اجى، يعني مثلا عندنا قبض 20 مليون، صرف مليون، قبض 20 مليون. طبعا الحركات اللي ما بيها مبلغ مثل ما شفنا احنا سندات قبض وصرف من بيت ابو تحسين الى باي فيتر او غيره، هاي اعمال ما بيها مبالغ متحركه من الصندوق، فما تطلع عندك هنا، يعني ما تطلع من ضمن سندات القبض والصرف اللي صار بها حركه فلوس على الصندوق مالتنا. هذا كل ما يخص اعمال حسابات المقاولات، كلش بسيط ومختصر وامكانياته جدا عاليه، يعني نقدر نعرف حساباتنا بدقة وبكشوفات واضحة وما بها اي اشكال. وان شاء الله ينال اعجابكم، واذا اعجبكم البرنامج وحبيت تواصلون ويانا، ارقامنا موجودة على اسفل الفيديو، موجود بالشرح، ارقام التليفونات، صفحتنا على الفيسبوك، اي شيء تحتاجون تقدرون تتواصلون ويانا وتطلبون اي برنامج ممكن تحتاجونه. طبعا البرنامج بيه نسخ احتياطي تلقائي لحماية البيانات، اثناء ما تغلق البرنامج راح ينطيك رسالة بأن تم نسخ البيانات، خذ نسخ احتياطي، يوم بيوم ياخذ نسخ احتياطي، بيانات محمية 100%، ما راح يضيع من عندك أي شيء ولا راح يضيع ديونك. مع ألف سلامة.